طيب خلينا ناخد واحد من اساطير حراسه المرمى في المانيا وفي الدوري الانجليزي في الفتره اللي لعب فيها للارسنال المرحله الذهبيه زي ما قلت لكم الجيل الذهبي، يانس ليمان حارس مرمى الدوري الالماني، حارس مرمى بروسيا دورتموند والارسنال السابق، هيكون معانا بس بعد ما نشوف الويلكم كليب. النجم الالماني يانس ليمان حارس مرمى ارسنال وبروسيا دورتموند ومنتخب المانيا هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا كل الشكر على مشاركتك معانا واهلا وسهلا بيك، شرف كبير لينا انك تكون موجود معانا النهارده في السادسه. شكرا جزيلا، العفو وسعيد بوجودي معكم. خليني في البداية أبدأ مع مدرسة حراسة المرمى الألمانية. على مدار تاريخ طويل حقيقة عمالقة حراسة المرمى في العالم كانوا يعني بينتموا لمدرسة المدرسة الألمانية، بفتكر شوماخر، بفتكر أوليفر كان، بفتكر يانس ليمان، وحاليا تشتيجن ومانويل نوير. إيه السبب في تألق الكرة الألمانية في مركز حراسة المرمى على وجه التحديد؟ في الحقيقة لا أدري كيف أجاوب هذا السؤال، ولكن دعني أشرح أن عندنا في ألمانيا نعمل على دراسة وتثقيف الحراس والتدريب المستمر من أجل تطوير حراس المرمى في ألمانيا، ولذلك نمتاز، أعتقد كل بلد لها طريقتها، ولكن نمتاز نحن بتدريس وتثقيف الحراس بشكل مستمر. رأيك في مستوى حراس مرمى ألمانيا في الوقت الحالي، سواء كنا بنتكلم على مانويل ناير، سواء كنا بنتكلم على تير شتيجن؟ نعم، أقدره وأقيمه بشكل جيد جدا. تير شتيجن مع برشلونة يظهر بشكل رائع، نويا لا يلعب كما نعرف بسبب الإصابة، أعتقد أنهم من أهم الحراس ليس فقط في ألمانيا، على الصعيد العالمي من أهم وأقوى اللاعبين، وأعتقد دايما يظهرون بمستوى رائع. في تقارير اتكلمت، تقارير صحفية اتكلمت مؤخرا أنه هانس فليك بيفكر أنه يختار تير شتيجن كحارس أساسي لمرمى المنتخب الألماني في الفترة المقبلة، رأيك في ده؟ وهل بترشح حراس آخرين للانضمام للمنتخب الألماني قد يكون فيهم أو لديهم فرصة في المستقبل؟ أنا لا أدري، لا أعلم ماذا قرر هانز فليك. أعتقد فعلا كما ذكرت حضرتك أنه بدأ الاعتماد على تير شتيجن في الفترة الأخيرة. نعم، تير شتيجن يظهر بشكل جيد جدا، وهناك منافسة قوية دايما على مستوى حراسة المرمى في ألمانيا ما بين تير شتيجن، نوير وحراس آخرين. هانز فليك يعمل بجد ويركز هذه الفترة في استقطاب أهم اللاعبين وضمهم للمنتخب الألماني، وفي النهاية أنا أؤمن بهانز فليك أنه سوف يقرر بضم اللاعب الذي يستحق. مين أفضل ثلاث حراس مرمى من وجهة نظر يانس ليمان في الوقت الحالي؟ لا أدري، في هناك حراس مرمى كثيرين على سبيل المثال في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي وفي البوندسليغا في ألمانيا وفي أسبانيا. الأفضل صعب في الحقيقة أنني أذكر لكم، ولكن أفضل ثلاث حراس من في ريال مدريد، ده حارس ريال مدريد طبعا كورتوا، وحارس مانشستر سيتي أيضا، لا أستطيع القول أنهم هم الأفضل، ولكن هم من الأفضل في الآونة الأخيرة على وأيضا في ألمانيا هناك حارس أو حارسين من وجهة نظري هم الأفضل كما ذكرت شتيجن ونوير، ولكن هناك حراس مرمى كثير يلعبون في مستويات رائعة ومستويات كبيرة. كنت حارس مرمى لبروسيا دورتموند، خلينا نتكلم على الكره الالمانيه شويه، سواء انديه او منتخبات كنت حارس مرمى طبعا لنادي كبير في المانيا هو نادي بروسيا دورتموند. ازاي شفت الموسم الاخير، وازاي شفت، مش عايز اقول انه ازاي بايرن ميونخ حقق اللقب، لكن ازاي فرط فريق بروسيا دورتموند في اللقطات الاخيره او في الامطار الاخيره في لقب البطوله، بطوله الدوري الالماني طبعا. نعم، هذه خساره كبيره لبروسيا دورتموند. نعم، اعتقد هذا فريق بروسيا دورتموند يمتلك قاعده شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، معذره
هو طبعا منافس كبير جدا لبايرن ميونخ في المانيا، كانت المنافسه صعبه وقويه هذا العام. كره القدم في الخارج كما نذكر في الدوريات الاخرى ايضا هناك منافسات كبيره، ولكن في المانيا في البوندسليغا في الدوري الالماني كانت المنافسه قويه هذا العام وصعبه جدا. اعتقد فعلا خسر بروسيا دورتموند اللقب في الثواني الاخيره او في الدقائق الاخيره، كانت هذه مشكله كبيره. واعتقد عندما نقارن الدوريات الكبرى ببعضها البعض، الخمس دوريات الكبرى، نجد نفس السيناريو نجده في معظم الدوريات. عندنا في دويتشلاند يسود البايرن ميونخ كل الألقاب، ولكن هذا العام كانت المنافسة شرسة. يعني هل تتوقع واحد قبل توقعك، هل بتشوف انه سيطرة بايرن ميونخ على البطولات المحلية واحدة من الأسباب اللي أدت لتراجع مستوى المنتخب الألماني؟ وهل تتوقع الموسم اللي جاي انه شكل المنافسة على البوندز ليجا يختلف، وانه في أندية تانية ممكن تنافس بايرن ميونخ زي لابزيج، زي بروسيا دورتموند، زي باير ليفركوزن، زي أي فريق ممكن ينافس على تحقيق لقب بطولة الدوري الألماني؟ أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك أن يكون هناك منافسة أقوى في الموسم القادم. نعم المنافسة أعتقد ستصبح صعبة. أعتقد سمعنا عن هاري كين، هاري كين في هناك كلام وأحاديث كثيرة وأخبار أنه سوف يأتي لبايرن ميونخ. فعلا البايرن ميونخ يفتقد لمهاجم صريح، مهاجم قوي مثل هاري كين، وأعتقد وجوده في البوندسليغا سوف يعطي طعم أحسن وأفضل ويعطي منافسة أكبر. بايرن ميونخ يمتلك أيضا منافسين كثيرين هذا الموسم، أعتقد ذلك. بالحديث عن المنتخب الألماني، يمكن وأنا بقدم أو بستقبلك في بداية الفقرة كنت بتكلم على أن منتخب ألمانيا تعودنا دايما هو بيشارك في أي بطولة بيكون من المرشحين لتحقيق اللقب، لكن يمكن تراجع مستوى المنتخب الألماني تحت قيادة هانز فليك، ومن أواخر فترة يواكيم لوف يمكن كان في تراجع بشكل كبير. من وجهة نظرك أهم أسبابه، وإزاي يقدر يستعيد المنتخب الألماني وهو على وشك تنظيم بطولة يورو 24، إزاي يستعيد المنتخب الألماني قوته مرة تانية؟ نعم هذه مفاجأة بالنسبة لي أن المنتخب الألماني في الأونة الأخيرة فعلا كما ذكرت لديه مشاكل كثيرة أثرت بشكل عام على النتائج وعلى الأداء. أعتقد أنا أؤمن بهانز فليك وأؤمن بالكتيبة الحالية، ونحن كألمان ندعم المنتخب الألماني بشكل كبير، وأعتقد هناك فعلا لاعبين جيدين على صعيد أو جميع المراكز، وقد يستطيعون العودة مرة أخرى بالمنتخب الألماني للمنافسة دوليا. لسه بتشجع بروسيا دورتموند؟ هل ما زلت بتشجع فريق او نادي بروسيا دورتموند؟ نعم انا اتابع بروسيا دورتموند واعشق هذا الفريق. انا سعيد ودائما اسعد لبروسيا دورتموند عندما ينافس بشكل قوي وعندما يظهر بشكل كبير، ولكن للاسف كما نعلم خسر اللقب في الثواني. يعني خلال متابعتك للدوري الالماني او خلال فتره لعبك لبروسيا دورتموند، وانا يمكن يعني في عدد كبير من اللاعبين المصريين من اجيال مختلفه لعبوا في انديه المانيه، مين اللاعب اللي انت زميلته او واجهته او اتفرجت عليه حتى وتابعته من خلال الشاشات من اللاعبين المصريين اللي ممكن يكون لافت نظرك؟ بكل تأكيد هناك لاعب لعب في بروسيا دورتموند، أنا أحاول أن أتذكر الاسم. محمد زيدان محمد، أعتقد اسمه محمد. أنا بحاول محمد زيدان، ساعدوني أن أتذكر الاسم، أنا أحاول أن أتذكر الاسم. أعتقد محمد زيدان هو زيدان الوحيد اللي لعب في بروسيا دورتموند.
دوتمانجيش بيه. نعم صحيح. فيردر بريمن او هاني فيردر بريمن هناك لاعب مصري ايضا احاول ان اتذكر الاسم. تستطيع ان تساعدني من فضلك؟ هاني رمزي فيردر بريمن هاني رمزي اعتقد برضه ما فيش لاعب مصري لعب في فيردر بريمن غير هاني رمزي. هاني رمزي اتذكره الان هاني رمزي نعم هاني رمزي واحد من اهم اللاعبين محمد زيدان ايضا هو من اهم اللاعبين الذين عاشرتهم وقت ان كانوا في المانيا وهاني رمزي بكل تاكيد. عايز اروح معاك للدوري الانجليزي والفتره اعتقد يمكن انت ما تقدرش تنساها ويمكن حققت فيها نجاحات كبيره جدا مع الارسنال. بدايه ايه الاقرب لقلبك الفتره والمرحله اللي لعبت فيها لبروسيا دورتموند في البوندسليجا ولا الفتره اللي انت لعبت فيها في الارسنال في البريمير ليج؟ نعم بريمير ليج طبعا الدوري هناك والمنافسة مختلفة تماما وكانت صعبة عندما نقارن الدوري الإنجليزي بالدوري الألماني أو بروسيا دورتموند بأرسنال. هناك فرق شاسع على صعيد المنافسة، المنافسة دايما أقوى وأفضل وأسرع في البريمير ليج. يمكن انت كنت من واحد من الجيل الذهبي اللي حقق مع ارسنال بطولات كتير وكان دايما الارسنال برضو في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه طبعا بيضم كتيبه كبيره جدا من النجوم كان دايما بينافس على كل الالقاب وكل البطولات سواء على مستوى انجلترا او على المستوى الاوروبي. الفتره دي كانت فتره ذهبيه واعتقد تحت قياده ارسن فينجر حققت نجاحات كبيره، لكن ما بعد مرحله ارسن فينجر اعتقد انه الارسنال عانى بشكل كبير جدا. ايه الاختلاف او ايه التحول اسباب التحول من وجهه نظرك وهل ينجح ارتيتا في عوده الانتصارات مره ثانيه للارسنال في الفتره او في الموسم المقبل ولا لا؟ لاعب فعلا في الارسنال في هذا الوقت وكنت كوترينر يعني مدرب مساعد ايضا في وقت من الاوقات وفعلا عندما أشرح ذلك عندي الإحساس كلاعب وكمدرب أو مساعد مدرب هناك إحساس بالمسؤولية والولاء للفريق ودعني أشرح عندما تكون لاعب ليس مثلك كمدرب أنت كلاعب أيضا تعمل من أجل مع التيم مع الفريق ومع المدرب من أجل الحصول على بطولات ودايما تركز على الظهور بأداء جيد أما أنت كمدرب أو مساعد لمدرب مثل أرسن فينجر على سبيل المثال لا هناك فرق كبير كمدرب هناك مسؤوليات أكبر تعمل من أجل الحصول على البطولات والمحافظة على وجود الفريق والكيان دايما في المنافسة. لماذا بدأت معاناة الأرسنال بعد رحيل أرسن فينجر؟ بعد رحيل أرسن فينجر كان صعب على إدارة أرسنال أن تجد مدرب قوي على سبيل المثال نرى الآن بيب جوارديولا مع مان سيتي فكان على سبيل المثال الآن تشافي مع برشلونة فكان في هذه الأونة في هذا الوقت كان صعب تماما صعب جدا أن تجد مدرب في هذا الليفل هذا المستوى العالي بعد رحيل أرسن فينجر فكان من الصعب على الإدارة وعلى فريق أرسنال أعتقد هذا كان أمر صعب كان عليهم أن يبحثوا ولكن هذا هو السبب من وجهة نظري. هل تتوقع أنه أرتيتا من الممكن أنه يكرر إنجازات الأرسنال مع أرسن فينجر في خلال المواسم القادمة؟ أعتقد ذلك كلنا كنا نأمل أن أرتيتا يعمل شيء مع أرسنال وكان منافس شرس ولكن في النهاية للأسف خسر اللقب بسهولة أمام المان سيتي أعتقد كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة وأتمنى أن أرتيتا وهذا قد يحدث قد يحدث فعلا في كرة القدم. وأنا بتكلم معك على أرسنال لازم أسألك عن النجم المصري
محمد النني اللي بيلعب للجانرز، رأيك فيه، انطباعاتك عن مستوياته والمواسم اللي قضاها في يعني في فريق الأرسنال. مو عند وهاني ايضا محمد انني واحد من انا دربته ايضا في وقت من الاوقات وعملت معه، هو لاعب رائع وكلنا نحترم محمد ونحترم عقلياته ونحترم قدراته، وهو لاعب مهم جدا في أوضة اللبس بالنسبة لأرسنال. أنا أؤمن به أيضا وأعتقد أن كل اللاعبين يؤمنون به ويحترمونه ويقدرونه. هو لاعب فعلا رائع ورائع وعظيم ايضا بالنسبه للارسنال. من وجهه بالعوده للميركاتو، اهم الصفقات اللي تابعها او اللي شافها يانز ليمان في سواء في الكره الالمانيه او في الكره الانجليزيه، اهم الانتدابات التي قد تصنع الفارق، وانت يمكن عديت على صفقه هاري كين وعايز اعرف احتماليه حدوثها من وجهه نظرك او مدى اقتراب بايرن ميونخ من اتمام الصفقه مع توتنهام. nach Deutschland. لألمانيا، سؤالك بخصوص هاري كين أيضا؟ يعني يهمني أعرف يمكن الـ 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 الأخبار أو التقارير الأخيرة اتكلمت إنه في تعثر في المفاوضات وفي خلافات على المقابل المادي، يمكن يكون عندك من الناحية الألمانية جديد فيما يتعلق بصفقة انتقال هاري كين من توتنهام لصالح بايرن ميونخ. بكل في الحقيقة لا أدري، أنا قرأت الأخبار ولكن فعلا لا ليس لدي معلومات صحيحة عن هذا الترانسفير، عن هذا الانتقال، ولكن من وجهة نظري سوف يصبح هذا انتقال أو ترانسفير قوي جدا إن حدث. تعتقد أنه هاري كين قادر على تعويض غياب اثنين من أهم رؤوس الحرب عن البطولة الألمانية في موسم واحد، ليفاندوفسكي، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن، وإيرلينغ هولاند مهاجم بروسيا دورتموند. وكان ايه مشاعرك الحقيقه، لازم اسالك احساسك وبروسيا دورتموند بيتخلى عن واحد من افضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي لصالح مانشستر سيتي. اعتقد هاري كين عندما ياتي للبوندسليغا او عندما يتم هذا الانتقال بنجاح، فبكل تاكيد اعتقد فعلا سيعوض روبرت ليفاندوفسكي وهالاند. كواحد من مشجعي بروسيا دورتموند، احساسك بيكون ايه وانت بتشوف كتير من الاسماء اللي بيتخلى عنها فريق بروسيا دورتموند؟ وانا هنا عايزك تنقل لي مشاعر الجماهير اللي بتكون من اهم نجوم اوروبا وبتكون لعيبه مؤثره في فرقها، وشفنا على مدار مواسم كتير اسماء خرجت من بروسيا دورتموند عشان تتالق في انديه اخرى، هاملز، ماريو جوتسي، عثمان ديمبلي، اشرف حكيمي، جوندوجان، إيرلينغ هالاند، كلهم الحقيقة كتيبة من أهم النجوم اللي خرجوا وتألقوا في فرق أخرى. إزاي بتستقبل جماهير بروسيا دورتموند الأخبار دي؟ نعم، هذه خسارة كبيرة للبوندسليغا، ولكن هذا طبعا بكل تأكيد هذا أمر استثماري ولديهم رؤية كبيرة جدا من ناحية الاستثمارية ومن ناحية الأموال، فهذا يستقطب أموال كثيرة لبروسيا دورتموند. هذا هو من أهم أهداف بروسيا دورتموند، هو بيع اللاعبين واستقطاب لاعبين آخرين وظهور نجوم على الساحة وبيعهم للدوريات الكبرى من أجل كسب أموال، وهذا هدف استثماري بحت من وجهة نظري. نعم يؤثر بشكل سلبي على البوندسليغا، ولكن يكسبون أموال كثيرة. توقعاتك لمشوار أو بداية مشوار جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند السابق مع ريال مدريد في الموسم القادم؟ نعم، هو لاعب رائع وقوي، وبكل تأكيد طبعا أعتقد أنه سوف ينجح مع ريال مدريد وسيظهر بشكل رائع. نعم خسرنا هذا اللاعب، بروسيا دورتموند خسر
خسر مثل هذه الكواليتي والجودة لاعب كبلينغهام، وهذا هو مثال كما ذكرت حضرتك، هذا هو برضو ايضا مثال من الامثله التي خسرها بروسيا دورتموند، امور بسيطه صغيره جدا، ولكن اعتقد انه سوف يظهر بشكل اكثر من رائع مع ريال مدريد. كنت اتمنى وجوده مع بروسيا دورتموند لفتره اطول. النهارده واحد من اهم واكبر الاسماء في عالم حراسه المرمى، مش بس في ايطاليا لكن كمان في العالم، اعلن اعتزاله. الكلام عن جان لويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي، مش فاكر بصراحة لقد إيه، لكن هي مرحلة طويلة جدا تولى فيها بوفون حراسة مرمى إيطاليا، وأيضا طبعا يوفي، وأعتقد أنكم واجهتوا بعض لما كنت بتلعب في الكالتشيو، أنت كنت بتلعب لفترة من فترات في الميلان، وطبعا حارس مرمى اليوفي. تقول إيه لبوفون في اليوم اللي قرر فيه أنه يعتزل؟ كان ايضا لاعب عظيم ورائع ولعب لفتره طويله جدا. انا كنت اعتقد انه سوف يذهب للدوري السعودي ويستكمل مشواره لموسم او موسمين. اعطى لكره القدم كثير وكثير. انا اعتقد انها خساره كبيره لكره القدم. خساره مثل هذا الحارس، حارس بوفون هو حارس عظيم وهو خسارة كبيرة. هو واحد من الأساطير، لابد أن أعترف بذلك. إيه رأيك في تجربة السعودية وانتقال كتير من أسماء كبيرة في الأندية الأوروبية في الموسم القادم، وهل تعتقد ده ممكن يأثر على يعني فكرة انتداب النجوم أو الأسماء لصالح الأندية الأوروبية ولا لأ؟ نعم أتفق معك. الأموال هي التي تتحدث وتتكلم، الأموال، المال هو الذي يتكلم، هو الذي يحكم في هذه الفترة، والسعودية تمتاز بذلك ولديها أموال كثيرة، وأصبح الدوري السعودي جذاب للاعبين التوب اللاعبين نجوم العالم، ورأينا هذه، ورأينا أمثلة كثيرة في الآونة الأخيرة. نعم أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل كبير على الكره في اوروبا، وسوف يصبح منافس شرس. ما اعرفش اذا كنت بتتابع الكره الافريقيه ولا لا، بس بالتاكيد ممكن تكون بتتابع بطوله كاس العالم للانديه، وخصوصا النسخ اللي بيشارك فيها او اللي شارك فيها بايرن ميونخ. عايز اعرف معلوماتك عن الاهلي المصري، او انطباعاتك عن المباريات اللي ممكن تكون شفت فيها نجوم النادي الاهلي المصري، سواء في بطوله كاس العالم او حتى في البطولات الافريقيه. نعم، الأهلي فريق فعلا عظيم وفريق قوي، وأتابعه وأعرفه، وواحد من أهم الفرق في أوروبا التي تساوي من وجهة نظري فرق توب أيضا وفرق كبيرة أيضا في أوروبا، واحد من أهم الفرق في أفريقيا، لديه تيمبو، سرعة في التطور وسرعة في النتائج، ودائما على القمة الفريق النادي الأهلي. واعتقد ان هناك فرق كبير بين الليغا في افريقيا واوروبا، ولكن الاهلي من اهم الفرق في افريقيا. يانس ليمان حارس مرمى المنتخب الالماني واحد اساطير الكره الالمانيه ونجم طبعا بروسيا دورتموند والارسنال الانجليزي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، كان ليا الشرف الحقيقه ان انا اجري معاك الحوار ده، شرفت بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه.